الشباب كمان رجال اتصل علي تفضل استاذني. السلام عليكم الشيخ كيف لحم غالي، انا شفت لحمك تغلته سالك بالله العظيم بقبلك ابجلس معاك يا اخي الداخل شيء بقوله بطلعه. قلت ابشر يا غالي من وين انت؟ من وين؟ قال انا من مكه. انت من وين؟ قلت ربي جابك انا من مكه. تعرف العرب الانيك اذا وصلت له العرفه تصلي معاي؟ قال ابشر اصلي معاك. جاء هذا الشاب يا رجال صلى معاي، بعد الصلاه اخذته في الخلف الاخير. السلام عليكم كيف حالك؟ طيب. ولا اتكلم معاه. والله هذا الشاب رجال ما مالك نفسه على ربك قاعد يبكي. هذا الشاب قلت ايش بك تبكي؟ قال يا شيخ داخلي ضيق، داخلي طفشان، انا زهقان، عندي فلوس، ابوي رجال معدي سيارتين، ابوه من اكبر تجار مكه، لكن والله ما وجد السعادة، ما وجد الراحة. الشاب هذا خش في الحشيش وخش مخدرات وضارب أبوه وعاقب أبوه، شارد من البيت وغيره من الناس. قلت أبراهيم بسألك سؤال واحد، بابا كل واحد موجود هنا برضه يسأل نفسه، اللي تشتكي من هم وضيق وطفش وزهق اسأل نفسك يا أخي، حرك قلبك إلى متى ضيق؟ إلى متى طفش؟ إلى متى هم؟ إلى متى غم؟ إلى متى تراجع والنعال والبنات؟ يا أخي ترفع عن هذا الشيء، تعال في العلالي، تعال في السعادة والراحة لوليدها كثير من الشباب بعد ما غيروا تابوا لله جل في علاه. قلت فلان بسألك سؤال، قال تفضل. قلت كيفك مع صلاتك؟ برضه اسأل نفسك هذا السؤال، والله لو تخرج من الجلسة هذه بس وانت محافظ على صلاتك وتعاهد الله انك تصلي وما تقطع صلاتك تمشي بكل خير، والله تمشي بكل خير. قال يا شيخ والله اربع صلوات بركات لله ركعه، اربع صلوات لله ركعه. يا الله شبابنا ضيعوا السعاده، ضيعوا الراحه، ضيعوا اطمئنان، اربع صلوات بركه لله ركعه. قلت فلان دوبك مصلي معايا كيف تقول ما اربع سنوات؟ قال ازيدك والله لي خمس ايام على جنابه، خمس ايام على جنابه. يا الله يا اخي ايش الحياه هذه؟ ايش الضيق؟ ايش الطفش؟ ما يمل الانسان من هذه الحياه؟ يخرب على ربك، تعال انت بالسعاده، تعال مجاز الخير. ترى احنا ما جينا بدون من المطاوعه، ما جينا ترى مستقيمين. والله يا رجال ما وجدنا السعاده الا في طريق الله، ما وجدنا الراحه الا في طريق الله. لما صلحناها مع الله ريح الله قلوبنا، لما زيناها مع الله زين الله لنا زينها.